وأفضل 19 ورقة اليوم هي تقدم في هذا المؤتمر في أرض الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة الحبيبة التي تعتبر عماداً للجانب الأكاديمي في قطاع غزة. طبعاً الهدف من المزاوجة ما بين الوزارة والجامعة في هذا المنشط هو أنه نحن ننظر أو نرغب أنه يجي الطالب المميز بحثياً بعد أن يقدم أوراقه، يشوف بعض إبداعات الطلبة في الجامعة الإسلامية، يشوف بعض الأعمال البحثية وبعض براءات الاختراع المنسوبة لبعض الطلبة. هذا طبعاً يعطي ثقة بأنه مسيرة البحث العلمي لا تتوقف. طبعاً استفدنا كثير من البحث العلمي، أنه عزز قدراتنا، حيساعدنا لقدام كثير، حينمي مواهبنا بشكل كبير، حيساعدنا دائماً. إحنا بنفتخر أن إحنا من لجنة البحث العلمي وأن إحنا عملنا بحث علمي. تعلمنا اليوم انه كيف ثقافة البحث العلمي، انه دورها على المجتمع من مختلف المجالات، مختلف الابحاث، وكيف الدور اثرت على المجتمع في جميع نواحي الحياة، وانها لها دور مفيد على المجتمع على المستوى المعيشي كشكل عام. نشكر الجامعة الإسلامية على استضافتها لنا في المؤتمر ودعمها للمشروع البحث العلمي لما فيه فائدة في المستقبل لنا على مشروع التخرج. استضافة الجامعة الإسلامية هذا المؤتمر الأول من نوعه، والذي يقوم على جهد قامت به وزارة التربية والتعليم في تشجيع البحث العلمي بين طلبة الصف العاشر، وهذا يتماشى مع توجهات الجامعة الإسلامية في نشر ثقافة البحث العلمي، ويتماشى أيضا مع رغبة حقيقية في إنشاء جيل له قدرة متميزة في البحث، وأيضا نستطيع من خلاله يعني تنفيذ مخططات مستقبلية لتطوير البحث العلمي.